بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حييكم سلام وسلامة إسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إله سبحانه وتعالى هو ذا نوك المي وحوي دي سنين جنة نوك المي مع النبي صلى الله عليه وسلم، إنه لي ذلك القادر عليه. كنت والدين تماشى صوك في ووالدين وزبدة لهانا وكرا والدين قيمة بدن وقوان ستي عرور تضعني وفائديان أما بران تربية الإسلامية دين إسلام كني بران إله سبحانه وتعالى وحيين ويدينا حا عرور تسيدة عرور تضع ولا جعشة إنه يكون نفضه دين تأورت إني برتان إله سبحانه وتعالى إنه قلبي قد أفره إني برتان إيه كعمل فلان وحاج عشي هذا وناقصة وماشا كفيلنس إله سبحانه وتعالى إنه كو قير صلى الله عليه وسلم هذا لا وحوي إن آدم كعمل كيسة مركو لنتو وقوة وحان سد حكيهن وحاكم دي والد صالح عنو بأسو دعويناي وصالح عنو قانا دو صالح نكون مسو دعويناي مركي إن شاء الله تعالى وحان ويدينا والدين تماشان كجرتو وقفل بق والدين والد وآي عروتي سماشان كسو قري انتو كسو قرين حاس مري انو عنو كسو قرو انو ابليكيشن سو بوحيو انو حفيز كلا سو حريرو يعني براسس لأنه كسو مرتالا يلعقنو بيشي سو بحيو انتا سبن انو يا وحاواي وحور العروتي سنو وفائدي دينتي وبرتان ورلان طبعا قارو حلقه والدين تقاركود انه شق ضعيف وكشقي قار على وير هاوس كشقي قار اجر ان شقيني قار اجر هوي كلي قدني حرت هاي سو ابا كريس عروت انت سيده تو حقوق انصري ام حقوق انصري عروتيس عروت هذا ان اي وحو برتان ايدين تو برتان هل وحكو هل وحكو بشاريستا قف كستو جهدي يا جريسي الهي مضميو ددك عملك وناكسن سميه الهي مضمناه إله سبحانه وتعالى نقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا قفل بأنتو جهدي قلي أي إله سبحانه وتعالى سينا ابن آدم كإله وحو أمر إنو دذاله وضدان قاضو حتى إله سبحانه وتعالى وقو قرب قرب حتى كد ذا شدوا يوالوبان قف كنو دذاله مركزته وأكشن كقادة لوبان حتى أكشن كقادة إله سبحانه وتعالى تلسارت وقسينا تذكي قاد فوضو حاركي ساي وحوك لي وأدعو ياي كلي وحروت مصابرتا دعاء كلي وحمة تريس عمل كلي وحمة تراي النبي صلى الله عليه وسلم إلهي وحو ابن آدم آقلي وحوى إنه كنت ينوى في الإله ملك وسوديري كلي لكن النبي وحو كلي ابن آدم وكلي صراحة ابن آدم كان وسيدي نوكرو سأقول سأقول شيء نقول خلاف قوري وصوي وإذا كذي كده أحد عسيق عايش حفص كده أحد عادي سو ابن آدم أنا رصه دير سان أوضة ين عندي هنا كله قفقة ملائك واي مي ابن آدم واي رسول صلى الله عليه وسلم مركي غزوة بدر لجاري إنه مال إسكفر يستمد عن إلهي إذا مثلا يجي جيبي مدي هو ليه صور عليه محوس مي إذا مدي بود ديار الجروب هلا ديار الجروب ويري فنانك واستاج مركو إذا مدي دياري كبعد يدعو واستاج سانسوا مرك والد فحلو بان كوغر جهد إنه قبط جهد إنه لما يستر ووضع كدي من إله ويدي استعلو بها يعني والدين تقار وضع حلق يا بقى إنه ظروف إيه هيسطو لكن ظروف تاعك كوم ديري سنة إلمها كنتيني كوسميس كوم ديري سنة كي بقول وحن ديار أنه إنا يقرب استاجنا أو نعاونا وحبرش إنا وحلا برنا ديار الله ابن آدم أنا هاي وأقل دمي كرنا لكن مركز وحن كده ذالي وحن صحي كرنا إيه خرم نولج وشيخ أنا شيخ خرسيت الله بركاته وكم يد معلمين تا ومعلمة أقرأ كم يد إيجار أهان تيني جريس كان وكم يد بايده الكراس كتيني جريس كان بالله وني الحمد لله وسؤاله ينبضن ينقول يرين لكن الحمد لله سؤاله هو المحاضرة أقدرنا بالذات وحاجر قبلها كلاس كتير يجلس قبلها أما الكارج ستودنت تيجا قبلها ما شاء الله أدا جم موضوع قبلها أدا جم موضوع أدو تذاله كلاس مثلاً أول مصحف كجرت أف صدنا كجرت سدح جبر أفر جبر أدا جم موضوع مركا حفصة إيو سمية أملينا إيو ابتسام إيو لور جبر كم موقطة ويلش هل ويلا كم موقنا هند ويلا هانا كم موقطة ويحيس على قبتان ومحاضرة وصابسا ونويديني سان خرسيت سودو الله كبرك جزاك الله خير وياك بسم الله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والدين تكجر قلقا وحيدو السلام يا سلامة إسلامك سلام وضطو صدح الدعو ومان تبين آدم وقباه بذن يحي حيامه نقباه إذا بذن نحي وعين وقفكو نبض يأمني يدقى وهلو نفتي سكهلو بي أدو لنو ليهي كهلو سبقي وحويا سوو أمني نبض دريما ومارتي ويوذة شوغان ينحريس
oo runtii dadku inay isna xariistaan adoonka rabbigiisa naxariis weydiisto naxariis ka helo iyo barako oo ayn ilaahay hantida noo awlaada noo barakeeyo hantida noo barakeeyo waqtiga noo barakeeyo waxba noo barakeeyo saddexdaas nolosha bini'aadamka waxay u yihiin udub dhexaad ama tiir bay u yihiin waxaan rabaa marka waalidiinta maanta kalaaskeennu uu ka duwanaan doonaa kalaasyadii ama wacyigelintii hore oo kale waa ka duwanaan doonaa waana shalay kalaaskii aan dhallinyarada siinay waayo kalaaskii aan dhallinyarada siinay midkaas ayaan wadaynaa sabab baan u wadaynaa waxaan ku bilaabay saddex qiso ama saddex dhacdo si aad u ogaataan meeshaan socono virginia anu hadda waxaan joogaa washington oon shir ururada islaamka loo yeedhaan u joogaa virginia waxaa lay sheegay hooyo soomaaliyeed hooyo muslimad ah soomaali maahay muslimada inay isdishay oo nafta iska qaaday laba caruura ilaa saddexna waana loo sheegay inay dhashay waxaad suuraysataa hooyo muslimada weliba la yidhi communityga dadka ugu maaragtay activesan bay ahayd haddana waxa weeyaan nafta iska qaaday oo suicide ku kacday texas dallas waxaana loo sheegay iyadana hooyo kaloo muslimada inay isdishay oy afar caruur ah ay ka tagtay lambar saddex intaa keliya maaha sheekh ama qof daaci ah doctor axmed wuu garanayaa saaxiibo isu dhowna way ahaayeen bale sheekh axmed yamine qofkii u dambeeyey ee raadiyo ahaa sheekhaasuna waa dadkii sababsaday suicide inuu nafta isaga qaado soomaali buu ahaa wiil kale oo dhallinyara oon anigu ka dhigay youth director masaajidka uga dhigay dhallinyara masaajidii ku koray wax bartay oo the youth director baan u doontay isna wuxuu sababsaday suicide intaa keliya maaha aniga shaksiyan markaan iska hadlo ilaa laba qof oo ehelkayga hoose ah ayaa sababsatay suicide mana degana waddankan ee waddankeenii bay joogaan maxaan ugu bilaabay dhacdooyinkan waalid bishan aan ku jirno waxaa la yidhaha september waddankan aan joogno waxaa looga yaqaanaa national suicide prevention month bisha baraarujinta ka hortaga isdilka waddankan maraykanka oo dadka ku nool ay u dhexeeyaan saddex boqol iyo konton iyo shan ama saddex boqol iyo toddobaatan milyan haddana dadka qaarkood ay leyn ilaa waxba kusii socdaa saddex boqol iyo sideetan milyan dadka intaa la eg ee waddankan jooga shantii qof ee kaasoo horbaxdaba qof baa waxaa lagu sheegaa depression inuu la tacaalay sidaa darteed waalid maanta kelmadda aan ka hadlayno waxa weeyaan kelmad bishan loogu magacdaray oo waddankan aan joogno dadkaa joogee tiradaa la eg markay ka yaabeen oy naftoodii u yaabeen oo caruurtoodii ay u yaabeen oo ay dhaheen waa the third leading cause of death waa sheega saddexaad ee dadku ay sababsadaan sheyga saddexaad ee maanta dadku ay sababsadaan wey ee shantii qof ee kaasoo horbaxdaba hal qof oo depression la tacaalayo waayo waan ka hadli doonaa suicide-ka waxyaabaha u badan ee keena waa depression aan la daweyn ba waxaan jeclaanay inaan bulshadeenna mujtamacinan soomaalida ood moodo runtii inay iska indhatirayaan ciladan marka laga hadlo suicide iyo depression qof walba wuxuu fiirinayaa dariskiisa waalid walba wuxuu leeyahay mararka qaarkood aniga maaha ee dad kalaa laga hadlayaa caruurteeda lagama hadlayo ee caruur kalaa laga hadlayaa sababta aan u sheegaya marka aniga idanla hadlaya laba qof oo ehel hoose aan nahay inay sababsadeen sababta aan idigu sheegayo wiil saaxiibada iigu dhow ahaa khudbooyinka jimcahan wada akhriyi jirnay sheekh axmed uu garanayaa macalin buba u ahaan jiray markii dambena maaragtay nafta iska qaaday sababta aan u sheegaya dhallinyaradii youth directorka noed ku igu fircoonaa inay waxaan ku dhaceen waxaan rabaa waalid inaad ku baraarugtaan waxani waa musiibo waa midda koowaad waa dhib aan la iska indhatiri karin wey midda labaad xal buu islaamku meel u dhigay diinteennu way daweysay qur-aanku waa daweeyey sunnada rasuulka sala allahu calayhi wasalamna waa lagu daweeyey haddii marka aan haysano dhib dhibaatooyinka u weyn een maanta wajahayna bil dhan loogu magacdaray in ummadda lagala hadlo saddex boqol iyo toddobaatan milyan dad tiradoodu maanta ku socoto
markay arkeen aafada ay ku hayso dad muslimiin le kristiyaan le yahuud le hindus le cid walba way bini aadamka marka diinta laga yimaado qof walba naftiisa inuu badbaadiyo rabaa waalid walba ama muslim hada ama yusan noqon inuu caruurtooda ay badbaadiyaan bay rabaan waa suuragal iyagu inaanay aakhira iyo ka fikireyn iyo markaa dhimato ku soo duceeyaan taa inaga khaas inoo tahay laakiin waalid walba ilmihiisa si fiican ugu koraan oo waxa weeyaan dib iyo wixii dhibaato u keenay ay ka fogaadaan fidrada bini aadamka la socota sidaa darteed baa waxaan idigu sheegaynaa dadkan inay ahayn dad annagana ehel nala ah saaxiibo nala ah qaarna ducaad aan wada shaqaynay ahaayeen suicide isdilka qur-aankeenu ma sheegay muxuuse ilaahay subxaana watacaala ka yidhi maxaa keenay isdilkan waxaan rabnaa markaa saddex shay inaan ka hadalno kow in aan isla qaadanno shay jira inuu yahay qur-aankeennana uu tilmaamay inuu jiro sunada rasuulka sala allahu caleyhi wasalam ay tilmaantay inay waxaas uu jiro daraasaadka iyo macluumaadka waxbarashooyinka iyo cilmi baarista maanta aan ku hayna dhammaan keliya maaha inuu jiro eh in maanta uu yahay aafo weyn oo bulshadii burburinaysa kow inaan qirno haddaanan qirin oonan qeexin oo aanan aqbalin waxni wax jira inayhin kama wada hadli karno waxaana moodaa mujtamaca aan luqadooda ku hadlayo in runtii intii muddo ah barnaamijkan ay diidan yihiin in laga hadlo ama ay isdiidsiinayaan waxaa jira barnaamijyo badan oo aniga sheekh axmed yemeni aan wada duubnay oo musalsalaada kulley sheekha idinla wadaagi doona insha allahu tacaala marka kow waxaan leenahay qur-aanku wuxuu sheegay isdilku inuu yahay shay jira shay bini aadamku ay sababsan karaan sidaa darteed buu ilaahay subxaana watacaala qur-aanka wuxuu ku yidhi ha isdilina maxaa yeelay rabbiga ida abuuray waa mid naxariis badan oo ida jecel walaa taqtuluu anfusakum in allaha kana bikum raxiima ayaddii saasoo kale ahayd ilaahay subxaana watacaala ayaa noo baaqaya wuxuu leeyahay ha isdilina ama intuu xanuunku kaa bato adoo xanuunkaa raba inaad isdhaafiso ha isdilin ama naftaada si kale ha u kharibin sababta ilaahay u leeyahay marka rabbigiin waa mid naxariis badan waxa weeyaan duruufaha kugu qasbaya inaad isdisho reerkaa kaa xumaan kara awlaadda kaa xumaan karta waxaa kaa xumaan kara ganacsiga ilmo aad jeceshahay weliba hooyooyinka waan garanaynaa runtii waxa naftooda ugu qaalisan waa ilmaha waalidkana imtixaan horaan u sheegnay ilaahay mariyo midka ugu adag waa in ilmihiisa uu gacantiisa ku xabaalo waxaa iman kara waxyaabo badan oo kugu keeni kara depression diintu marka waxay tiri duruuf walba oo kugu timaada ha isdilin maxaa yeelay dhibkan aad ku jirto midka kaa qaadi kara waxa weeye arraxmaan arraxiim alla naxariis badan middaas waxaan ka baranaynaa marka islaamka qaabka u horeeya ee uu u daweeyey isdilka ama waxaan maanta la yidhaahdo national suicide prevention waxa weeyaan kow waa wax maskaxda bini aadamka kusoo dhici kara laakiin alla subxaana watacaala uu ina xusuusiyey duruufta kugu keentay duruufta kugu keentayna uu ilaahay subxaana watacaala ku tilmaamayo inaad xaggiisa usoo orodo fafiruu ila allah in allaha kana bikum raxiima marka ilahay wuxuu leeyahay waa la naxariis badan hooyooyinka maanta aan idinla wadaagay waxaad ka fikirtaa ilmahooda uurkutaalada ay la noolaan doonaan hooyo way dhimatay iyo hooyo way isdishay waa kala duwan yihiin waalidka ilmihiisu ay isdilaanna waxaad ka fikirtaa uurkutaalada ay la noolaan karaan maxaa yeelay waalidku mar walba wuxuu isweydiinayaa ay wish inaan waxaan samayn lahaa ay wish inaan waqti badan gelin lahaa intaan taleefanada ku jiro ama tv-ga ku jiro amaan lacag caysanayo ay wish waxaan rajayn lahaa shalaytuu gelayaa inaan ilmahan waqti badan gelin lahaa taasi waa midda koowaad maxaa keena marka qaybta labaad baan u gudbaynaa maxaa keena mar haddaan sheegnay inuu jiro maxaa keena dhowr shay oo waxaa keena caruurteennu ay la nool yihiin annaguna aan la noolahay waxyaabo basiida oo keeni karaan idiin sheegay qof walba oo waalidoo meeshaa maanta ku jira wuxuu markhaati ka yahay caruur fara badan oo kuweeni ah oon waddankii u celinay inay isdileen waalidiin aan taleefanka kula hadlay oo qaarkood gabadheenii u dambeysay ee nairobi fooqa iska soo tuurtay reerka taqaanay iina sheegtay igu tiri dadkii u horreeyey ee meydka soo dul istaagaan ahaa runtiina ila wadaagtay waxyaaba badan oon aada uga argagaxay waxay hadalka ii raacisay sheekhow
دقن كاني وبدن يحي لكن والدين تمشى إلى سكر هذا إنه يراهذا إذ ذلك دائر تواب بطي لكن والدك مشي إليه والوسو بوضي هي أساس إليه أرنت كود مركب وحويان أحد رنتي عن ربو إن كل جد عن محاضرة كسمعيو وحل اللي يراهذا cultural shock المات كحي سمشي والد مرة بينا دي فهمتان قف كسو هرجي إذا المه إن ودك لجيو هدي ودك المه لجينا المه أني جوحانه وذا ده الشر دي كحيرة هو يذا يا أباه لبدو ذوب ملتشو كران المها أما ميت كم إذا ملتشو كران وح أن كسر هرشي ذا وحويان الله بشي كو المات كك حيسميشن هو يذا يا أبو حقني شوغان ودن كبي جيين إن ثلاث من كل أحد لا المو يعني لما شوغان وحانا جعنته أقليين ده كسر ما ينكر بولين لكن كلا يلاه أفر سمك حريد وحاجرة كده حيا إذ ذلك إيه بولين كواحدة بولين هران وقصوا هذا اللي إن المرلبات وحان روا كسر عليهم حياة للدراسيين بدهم بقصوا كردي ولبا مير السكول كان مركها للدون إن شاء الله تعالى لكن وحان روا والد هذا كهر وحان شيء غنيب بولين كواحدة اللي يلاه ذو أو أعجب شو لينته أما دان دانسيجا أما إن المه اللي قلته دلما السكول كيدو أرضي كله ودلما يو أما كوه أرضي أي دلما يان أما مركه تاركو السيستم كو دلما يو أما قف سيستم كأشقيه معلنة ودلميه وهي أنه هذا أهاي عندنا هاي وحالي يري كنتن يصدح عروتة مسلمين تا بقولك إذا كنتن يصدح إسكول كده جبتها وعروتة وحلقها لا يا مسلمين تا إيه كولومبوس أهايو بقولك إذا كنتن يصدح بولينج بالغصة مية شمتي الم بولينج الغصة مية ميت كم إذا معلنك أما إسكول تيج إسكول ستاف كا أوفيسر كا يا غصة مية فاميليا ذا مركز حتى أفغانستان كي مدرسات كود مركز هوسو آخرين فنتي وحاكوبتي إزديلك حاكوبتي وآي إياغا مردو بالك يعني ودى مدن ووحكي روي مركز إلماها مركز ودكي لجيو إيه هو يدي أبوه آني لچوغي إيه معلمين قابك أي دين تا أبريان معلمين تا أردان اسم الرائعين حاشا لله لكن إبكا أنن كأ مسكرين وحيطاي معلم لغيا وإنتو فرحة إلماها قلن أغليو أدم عدو إنه لدق على ما يميس يقول خلقه بتكل مير أو الغيام من الصوت أما تورونتو أما لندن أما أوهايو أما سياتل إنه يكون على طي ومرك أي سكول كان قالوا ذو أي قعان تكوهين أي تكتو How are you محمد How are you حليم الليلي هاي حالي سفي عن موسى حتى الليلي هاي ودن كي مرك اللي جاي معالم قرآن كودي قصاء ولا نقمو قريقا مرك اعتمادنا ناتني أفسومالي ومتكاني بلين كأكوشي كاوي أما عروتة كلا وحيابها كهل لحي والد موشا جيموي أما إلمها كلا أي بولي قريني يعني كو بولي قريني يعني لقد صوماليك المو سيستم كان أنا أقول من صوته كل شيء ميلهن كل شيء ولي قد معرق حداد ودنكي جينيسو هو يؤي أبوا إني لتشوغان قولي لو دياريي إيا معلم قرآن الله شيء يقول يري عيال كان مي قانان قراعة دقن كلا إيا ميل كلا كل شيء معلم كو مكينين أمها جينات قراعة اينات كلام رب العالمين برتو نحريس يا جعيل اد كبرتو وحي ديسيبلين او ميشن الما قابدن با لو ادبن كرا تايم اوت با لو ادبن كرا 10 كن كمال صوبح كن نقو عيالكي كلا وي كدافي قابدا سو لو ادبن كرا وحي كانت ارمها مرك دينعنا بولينكا اه دينعنا عدلبا اه اني بطان المهي ودنك لغي اي اني والدينتود لا جوغين اسجلكو انو كبتو وان ارغني مقالدنا لو سو دري قبدو دبق اللحية تغلق تسخصو توريو قدك إلمين سورنتي حجاب كيد حرن وحي ذاهران مقالك قدن بين داوني والد والد إلمها سوى فكري وفكري كدب دواد وضع ركتين بان أمالين إلمها سوى سوى توري محان عرين تاو الشيغي وحان الشيغي بولين كي آنو كهد ليني آن أورنجر نيو حوكوز غريا ديبريشن يا ودن كي مركة لآدو هدي إلمها والد كود آني لتوغين أو لإلالينين oo bulinkii xaqan laga la carayna xaqa ilaa uu jiray aan laga ilaalinaynin oo qaabka diinta loo dirayo waalidku uu san la soconaynin macallinka oo gacanta u gelin karo dad laga yaabo qaraabo kor inay yihiin laakiin dhaqankooda aan garaneyn naxariistii qurbaha waalidku ay ku korinayeen aan garaneynin wax walba ka hor yimaada runtii waa arin iman karta qodobka u horeeya marka ee cause-ka ee tilmaamina waalid waxa weeyaan bulinka xaqan iskuulada ka jira iyo bulinka wadankeena ka jira labadaas waxay keenaan depression labadaas waxay keenan depression sida dartid ya daraasad ku waalid waxay leeyihiin boqolkiiba 80 dadka isdila waxay la tacaalayeen
حنونك depression كأول الدوينين يعني untreated depression والdepression وقفك قرصري أما وحوي أنتو شجع وحبي لقى قبل نفير سمرك بقول في مسديتن دتك إزدلا وحني ودراسة أكاديميكا تعلم كل سنة بقول كي مسديتن دتك إزدلا وحيلت عالين depression أن الدوينين أول مرك اللي جهر تجمع ما هن ماشي على كرنينا depression كإنه هي شيء كواد أكينا suicide سيدي لو دويا بنقوني مرك depression سيدي لو دويا ديبان ساقا ودي غانايا وحان كود حجرنا كوسكي وحان شاقني بولين حقنا واكجرا وليبا ميرل اسكول كا اون ربا محاضرة دا صوصو عطا اما كوكو حيلا سيقوني انا نوغا هذا الله مرك اوهري المهو بولين كوكو بلاوضو وحالي راه دا form of fear of missing out المها مرك اللغو قصبو وحاني شعلين لكن دخلون اي سمينين اما peer pressure وحالي راون مرتبا انكا هذي دونو لكن قضب خلابات وحان ربا انا كدقو وحالي راه دو and cause kan ka hadlayna and cultural shock ba ka hadlay and waxaan ka hadlayna depression and wax kan cidlada ka qodobkaas oo socda cidlada loneliness adduunka maanta aan ku jirno waalid wadamo dhan ba waxay sameysteen ingiriiska iyo jabaan ba layga magacaabay wasiir dhan oo u qabilsan ama hay'ad ama department wasaarad u qabilsan ka hortaga qofku inuu cidlad dareemo ama kali dareemo waaye cidladu waxay keentaa depression ka jira sida dadkii buuxiiraadan waalidiin baantay u yeereen ingiriiska waxaana waa 911 dhana numberkooda officerkii markuu guriga soo galay baa wuxuu arkay islaan iyo oday waaweyn oo jooga waxay yiraahdeen wax kale kugu maanaan yeerin u fiirso waxay u yeereen emergency 911 inaad nala sheekaysato macnaheedu waa cidlo 911 qof waxay ka war markii loo yimid what's your emergency leeyiri cidlanahay shaahban ku karineyna inaad nala sheekaysataan rabna ilmuhu marka way cidloon karaan ilaa waxaan la hadlay waa waalid waxaan ka hadlayna ilmaha dibka ay ku jiraan ilmuhu marka laga hadlayo in caruurta markay cidlad dareemayaan ilmaha adigoo la jooga waalid oo guriga ay joogaan oo wixii ay rabeen ay cunay waxa labis ay helayaan baa waxay dareemi karaan cidlo sidee u dareemi karaan waxay u dareemi karaan marka ay dareemaan qof walba inuu jaaj gareynayo marka ay dareemaan inaan lala sheekaysanaynin marka ay dareemaan inaan dan laga lahayn marka ay dareemaan in ma aragtay guriyan cun cab seexo waxa rabta waa lagu gadi laakiin ilmuhu validation buu baahan yahay wuxuu baahan yahay saddex shay oo marka lala sheekaysanayo communication ka muhiima waxaan kaga hadlayaa solution marka ka hadlo laakiin hadda waxaan ka hadlaynaa cidlada way waxaan ka hadlaynaa ilmuhu inuu cidlad dareemo sida darteed baa waxa arkaysaa marka cidlad dareemaan laba shay bay aadaan marka labada shay midii waxa weeyaan أصحاب حن حن إيه وهل حن إيه صاحب حن إنه كحر ما مدانا فايلنس يحفظه وكل إنتو أما إسوه جوريك شوغا إنه آدو وحيابها دراجس كليرا و أفردوس وكل إنتو يدونا موضوع قوني الله بدا سامرك إنت بدأ يمادا هادو إلموه عدل جوريا كد لا ما وكسو علينا هنا إسوه واحد البحيستا الله بشي بس دعيسا إنه وهل حن دونت صاحب حن عدل دونك أقبحه صاحب كاسو مركا وامد وحويان gang يا violence أما كوان حن مارح نقول إنت المحاسي أو يد لفتي المركعة ده إلمي وحو إلمي إزدليهم بالنقل أما إن نفتي سيدو حنون كان أجاب بيو ودريمة يا إدلاذ أي كم تخ إدلاذ حنون بدن بي كم تخ بلاد بريشك إني كم تعال الشيء حنون بدن حنون كاسو أجاب حي المهن إنه مركز fentanyl drugs كليرة أو حد عيد كبرتي مدة وحن أو خطر سنة 50 times كونتن جيرنا كحن هيروين إيه كوكين كونتن جير بي كحن تحي أنه مر كان مريكم كإيمانيني لباتن سنة يام وحكا بدن وكاله وحاد لغا هدي جري لغا بقي جري وحيا عين كوكين إيه هيروين وحلا متقع ذن تنيل تان ما أنت كهل لين والدو كونتن جير بي كحن تحن كويد تاس با يدنا إن وحوية أفردوس بود إيمانيا يعني. لبضل عن دي شاكنا مركا دكتور أحمدنا وأوقي هاي أنه ونو أنه قددكنا مساجيدة جوغا عرور تسيدة أول إنت ميت كود حنا نوكينا مساجيدة ميت صاحب حن راعي مركو قري وهل كواي حبدي أي سود شيء إيا ميت أفر دوس أول إنت ويلي يكبربا ودراكس كاود إنت وسيوسايد كا أنك هاد لينو وحاكرو إساقنا خيب كا فومو F-O-M-O أو Fear of Missing Out قضب كاس Fear of Missing Out إيا Cultural Shock إلماها مركا ودن كالكيو وحان ربا إيجا إنان موضوع قوني كديغنو هدا وحانو إيمانا يا مركا سلوشن وحان شاقني ديبريشن نوعية ديسة وحان جيغا واحا كينا سامين تو مارتي كويا لنا عروتا مسا مركا حالة
تير دينتو وحينوش تكو وحنرئن بن آدم كالوغد دين إزدلان إله سبحانه وتعالى أولي هاي متك إذا أبوري وعلى النحريس بدني حجي سو صورت سامين تايكيني سنوارنا مالك دينتو حالكين أوي شاكتين حالك كواد وحويان depression أو سيوسار كاكينا وحوقيب كيهي mental illness حانونا ذا ديمير كودعا سيوسار كوحاكينا دهاني depression أن لدوين سوماها depression وحوقيب كيهي عذرها فرحة بدن إدمرك كودعه mental illness ليرة mental illness أو حنونك إدمرك كودعه وحوين ما هو لم يدي هاي physical illness حنونك جسمك كودعه لا بدن والد دوين كرا ورسولك صلى الله عليه وسلم حين نشجي مجرى عذر الدون كجرا إلا نحرست إلهي إلهي سبحانه وتعالى دودي سيقابك اللوهر تيترانا واجرا وحنكلون لين هاي نلاش أباهن إلا قيحه ويا depression قف مركو قليه ظروف أذق وجهي oo u yaqaano qaabka loola tacaalo depression waxa la depression waxa keena you are overwhelmed with challenge and you don't have the tools to deal with it qofka wuxuu la tacaalaya challenge farabadan dhibaatooyin farabadan duruf farabadan mana haysto wadadi looga bixi laha oo qof garanayo ka saarana male qof mentor spiritually u dawayo labadi male bulshada ku tirsan yahayna male marka way marko depression ku extreme noqdo tayib marka waxaan rabaa inaan dhahno depression ka marka laga hadlayo waa xanuun ka mid ah xanuunada dhimirka ku dhaca waxaan sheegnay marka in mental illness kuna ay tahay imtixaan xagga rabbikeen sidii ilaahay quraanka ku yiri noloshu sideedaba waa imtixaan alladhi khalaqa al-mauta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala ilaahi sidii yiri meelahana lagu imtixaami doonana ilaahay wuu ino sheego ilaahay wuxuu yiri wala nabluwannakum bishay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat wa bashshir as-sabirin noloshu in imtixaan kaliya tahay ma aha oo in la imtixaamayo kaliya ma aha waxa la dugu imtixaami doona cabsi cabsi ka haysa gurigaaga inaad weydo cabsi ka haysa ilmahan inuu ka dhinto cabsi ka haysa hantida iyo ganacsiga inay ka lunto cabsi ka haysa reerku inuu ka burburo cabsidu noocyo badan bay yeelan kartaa walidaalka runtii walaalaha Soomaaliyeed ee hadda darbiga ka soo booda moddo ka soo galay marka la sheekaysato waa in idigu waaninaya runtii waxaad u qaban kartaa inaad u qabataan la sheekaysataan waxay wajahayaan runtii نوع عبسي أو depression كأني كرت وامحي قف كي أن شرع اللهين أو ولي الله تعالى يبوح أرك يا مدحونا له هداد الدورتان كون بسديه نوعنا أيدي نوعنا كل وان علينا يا محاطو مال منكم محاكو دعك أنا قف كم وحاول سمر مي حبسي وحاول سمر مي ما أعرف لباتوين سيدا درتيد وان دريم كرا إن حنونا depression كرون كأي الله تعالى ولا الله الله حافظه الله أفضل ذي أرمه ذي يجي وحي مسلمينا تاس مرك الدين توي نشرتي لمشاع منك التالي دي. لماذا إيمان كرتي إليه قرآن كإليه وحالة دوغي متحامي كرا دمشو إلماها أرجعيك أدبتكو هايسك إليه عروتي ناحفتيو أما والدك أنا هوس جوغن إليه والدك ناحفتيو إلهي والله نقوم كرا مركيو هربا وحايد هديد إلهي نسيي إذن أرنتا سنة ويكيني كرتا وقفكو إن قنعسيك كالومي كرا محان كوك للدول ناحي مركا مركا نروش عيسا امتحان أطهي أنك إذا كان مسلمين طاحين إلهي وحير مركا وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون innaga waxa la yiraahdo bishaare way iyagu ma aha anagu ma nihin wadankan dad badan oo joogo dhahay why me musiba markay ku dhacdo musibadu waxay u keenaysaa depression way qofku xuleeyay why me why aniga igu dhacaysa sida darted marka laga hadlayo ibtilaaadka iyo mihanka the concept of suffering waxyaabahan imtixaanada iyo waxa jira hadii qofku uusan rabbigi ku xidmayn ama ruuxdiisu ala qalbigeeda ruuxdiisa iyo qalbigiisu rabbigi uusan ku xidmayn qofku lama tacaali karo إنك لكن إلهي وحيري وبشر الصابرين أقول بشارة ذاتك مسلمين تا إن امتحان كان وحق ربي قد كيمي إلهي حق سواح نقيم هذا نوا خير إنك وما نفهم كري نوا خير دم بداف بعد كقاضي وحالك سيي بشارات هذات كل صبرتو آخرة وحن أجرة هذات كل صبرتو جنة هلي وحن لنا هاي مركب إنا لله وإنا إليه راجعون ما أرانا ينواي مي محو أنيك وحن يقول عيدان وحاد فريسا الباب كي شيدانك وحد فريسا البابكي هدي لا يكون سما وقولي هاي depression الواحد كان لها تاسوا قذبك قوات قذبك الله بعد حلقة أوام هاي وحي دراسة دا WHO ECDC مدينة وهي أدى أدونك عافمات World Health Organization مدينة وحرنتك كهرتك عذرة الفافية وحاس Center of Disease Control الله جورجيا كتال دراسة دا سو صارين لبدا بمكان أخي وحا إيسو بحي وحا كلية أي نوشي أنوح كلمها ورسول كنا صلى الله عليه وسلم كل يأفر بقوله صلى كهر وحي ونوشي إيقو وحي ليه نوحي الودوية لبشي بلشي يقويسكها أبوران connection and conversation
برشدي إنه قفكي كتير سنة يسكور حيان ولذلك هو حيفان قريان وحيابها اللي يرادو social clubs يميري دادك يسوي مدان إنه مساجد كا إنه أطا إيو فاميل كا إنه يسكو حيان سبحان الله رسولك صلى الله عليه وسلم مركب حجير يكون يافر بقول سنة كهر خد بدي سيوه الرئيسي إيه مركب مدينة يمد حديثك ترمذي ومعرفتي ترمذي وصوب معرفتي كتابك ترمذي كجرة عبد الله بن السلام السحابي قاعة ورين هيو خد بدي أهر سي رسولك صلى الله عليه وسلم مدينة مركب يمد وددك كراها اللي ددك يقول بنانك تاغن وسوغي رسول كان يمد يعني محوقها اللي دونا ودي واحد في سكسوا بحي صلى الله عليه وسلم وذي سوغيو كلمته يقول محاوه الرئي صلاة كلام هذا انتو ننزكا كلا هذا انتو ننجهاد يا عماشي كلا هذا لوحو يري أيها الناس دادو أفشوا السلام وتطعم الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل وصلوا تكذا بينك والناس تدخلون الجنة بالسلام أو كما قال صلى الله عليه وسلم دادو صلاة تفافية صلاة إنما تفافية معنيه وحويان دادك كل جوغا كور حي السلام عليكم إيه ورا الحال كواسدي قفد مساجد كلت كنيسة أنت عصوصنا أوذن حالك زكور حين قبر مسلم هذا أو سومالي أهلة أو نوري تونس إنه درس كا أوذن ظروف تي ذكور وين أنا قلنا على قبر وحنا قلنا على الشيخ أحمد وأجي هاي وحوي جور إذا كل ما تي المسجد دي يتمن بلو شري هاي ستي لبق يتمن بلو لبق يتمن مع الموت كذب يعني ميت كذي هاللي مقالي ذن جوعي كنا عادي نور يتمن قيس أو سومالي مسلمين أنا درس لها رسولك مدو كدقية مداوي وحمرك رسول صلى الله عليه وسلم يري دادو سلامة بضية سلامة معها ودنا كان واحد نوان نمت مركة قاركو المنافق لماذا إيه قفكو وسغكا دول عديني قف عدانا كو أقمرية كمية كان أي سوطة وكو دول عديني إنك التامة إنك وحوي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إيه ورن عروتي كورن إهلك كورن سيطاي لغو ما أرق مالمان مسلم لماذا مدى سنوات المامسة دراسة دهن أي سوصة عرانا مدى سوية مدى أي يقول أي تلمامي وتطعم الطعام قوضية تدك مساكين تا أغانت إن أتكور هيسو هوملس كأتكور هيسو دتك ودك عندي ما تسمع أتكور هيسو أذن سيلفيش نقن أدرس كأج أتكور هيسو وحي كل ما نسا قف كان إن مركه ربي حرير لله يضحي إيه قف كان تابن حرير لله حين وإيش السلام تبع أذن كسو بحين كما ورهين كرتين خصوص عزم إير وصل الأرحام إيه الككور هي حرير كوراجية حريرية دت باكرة depression لا تعالي أن أرجني والد كنت حرير لله أولاد أن والد كحرير لله حين أما والد أن أولادي حرير لله حين وحبينك كل كيدت كهردانا تكذي رسول الله صلى الله عليه وسلم جندوا إلى هيدا جينا إلى جندها إنه ولا جي وفير سمركا فاميلي أنا واحد ليري إسكور حي أهل كي أما برشدي جودنا واحد ليري إسكور حي مساجد مركان جوجنا مركا إنا جو حين ويهم ما يلاح دت كنا عندهن سنترال سوي ما دو أما سوشيال كلاب مساجد ما أنت وحد يعكر قبلها أو كله إني ما أرتي وصاب يضا أما زوم كاي عشر ركوع قاتان وحوي عاتل كنت رب العالمين السلام عليكم هبلا يي ورن المي كاح نو سنه كورن حاجي كورن وا ولال نمد اهل نمد دينت انو تلمانت عشر كنا وحن كسو غبغبينينا ما دام السؤال اي جيران وحن ما انت كهد ليني حنونك وحن كهد ليني دقن كان سيو سايد كيس ديلكا او ودن كان بشن ميل رب لغا حدليو انغو مسلمينا اوغ دو ان كهدلنا وايو انت اني كهدل كور يو دينتنا كهدشي رسولكنا صلى الله عليه وسلم كهدل رسولكنا ندوي وحن كهدلني مركه انو وح جيري هي وحا كان كهدلي سامينتو اولاده او كيني كرو ايو اريما مركه كوسابسن ان 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 حلق او انت شيء ان حلق وحي كره سؤالها نوجا جوابي دونا ميركا سان كوسو كوبيا دكتور احمد ينكو ريجين دونا وحي سؤالها ان شاء الله وقابلنا الهي سبحانه وتعالى انك اقبل وصلي اللهم على سيدنا محمد وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.